تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ ليلة الاثنين على سواحل جزيرة جاوة المطلة على مضيق سواندا الإندونيسي في ظهور صعوبات أمام عمليات البحث عن 57 شخصا باتوا في عداد المفقودين بعد كارثة التسونامي التي ضربت البلاد السبت ورفعت السلطات الإندونيسية الثلاثاء حاصلة ضحايا موجات المد العاتية على ساحل مضيق سواندا إلى 429 قتيلا ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مزيد من الضحايا وكان العديد من السائحين يزورون المنطقة السياحية عندما فوجئوا بالموجات العاتية في ظل عدم إطلاق تحذيرات سابقة حسب ما جاء في بيان للسلطات الإندونيسية وعادت السلطات الإندونيسية هذه الموجات العاتية التي وصلت إلى الشواطئ دون تحذيرات سابقة إلى انزلاقات في بعض أجزاء الجزيرة الناجمة عن ثورة بركان يشار إلى أن أندريسيا تقع في نطاق ما يسمى بحزام النار وهي منطقة تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير وتتعرض لنحو 7000 هزة أرضية سنوياً